شباب، يعطيكم العافية. اليوم رح نحكي عن كبسة الميديا. كبسة الميديا هي كناية عن load, save, copy, delete, format, utility, USB. load أكيد إذا بنلود سات، بنلود هالسات فينا نلودها كلها. إذا بنكبس load yes بتلود كل السات. هي السات كناية عن شو؟ open كناية عن global settings تبع الأورج، جيتار بليست للأورج، كيبورد سات يعني الأصوات، باد يعني البادات الموجودة على اليوزر، البي سي ام أكيد تبع كل شيء الأصوات والإيقاعات، ساوند بوك، عنا ساوند اللي موجود بقلب الساوند كمان يوزر 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 حسب السات اللي عم لودها. هي كناية عن ستايلز الإيقاعات، كمان فينا نفوت نلود كل ستايلز أما نلود إيقاع إيقاع، كمان نفوت على بنك فينا نلود بنك أما نلود إيقاع إيقاع. وفي عنا كمان مع الستايل في عنا الفويس بريسيت تبع المايكروفون. اوكي، هول بالنسبة لللود. فينا اكيد مثلا نقول معنا سات، مثلا بيقلنا مثلا معنا بالساوند باليوزر 4، مثلا تفوت على الساوند اوبن يوزر 4 فينا نلوده كله، اما فينا نفوت على قلبه ونلود اللي بدنا اياهم. هول لوبات الشعبي، فينا نلود صوت واحد اما فينا نلود البنك كله. نحن بننقي وين بدنا ننزل، اذا صوت صوت نحن فينا ننقي وين بدنا ننزل، اذا باليوزر 4 اما باليوزر 1 فينا ننزلهم. اوكي، يعني فينا نغير لهم محلاتهم في حال عنا برنامج تاني. بيرجع عنا نطلع لبرا، بيرجع عنا سيف. هلا وقت نقول سيف يعني عم سيف، اذا كبسنا على اول سيف تو يعني عم سيف دوت سيت كل الاورك. بدنا ننتبه لشغله، اذا بدنا نسيف الفاكتوري واللوكال اللي نحن معدلين عليهم بدنا نفوت على الجلوبال مود بريفرنسز ميديا فاكتوري، بدنا نقيمه حتى يسيف سيف لنا الفاكتوري واللوكال. اذا مش قايمين الفاكتوري هو اللي ما بيتسيفوا الفاكتوري واللوكال، بتسيف اليوزر بس. سو نحن مضطرين نقيمها في حال بدنا نسيف كل الاول. نرجع نروح ميديا سيف اول ونسيف كل السات مثل ما انا عملت بهالسات. بيرجع عنا سيف، لكن بيرجع عنا كوبي عفوا. فينا كمان سيف، فينا سيف شغلة واحدة يعني، فينا فوت اوبن فينا سيف السيتينجز، اذا حدا طلب منا بس ايقاعات فينا سيف بس ايقاعات، فينا سيف ايقاع ايقاع، فينا سيف بنك بنك. بدنا الايقاع 3 على 4 بنسيف ايقاع 3 على 4 بينزل بسات بس 3 على 4. اوكي، وفي عنا كوبي. كوبي اذا كنا حاطين يو اس بي من ورا بدنا ننقل شغلة من اليو اس بي على الكيبورد، اما من الكيبورد على اليو اس بي. إذا بدنا من الكيبورد على USB نكبس على شغل مثلا هيدا التيك أنا مسجله ريكورد MP3، نقول له copy to، ببين عنا ديسك. إذا كنا حاطين USB تلقائيا بيخدنا على USB. هلا ما مش حاطط USB أنا، بس في ديسكورد كنسل. وفي عنا delete. delete ببين كل شيء في فايلات على الأورج، فينا نمحي، حتى فينا نمحي بقلب السات. يعني بدنا نعطي السات لحدا ما بدنا نعطي الأصوات، فينا نفوت open مثلا نمحي كيبورد سات نعملها ديليت مثلا، بيمحي الديليت بيمحي الكيبورد سات، اما يمحي الساوند فينا نمحي كل شغلة فينا نفوت عليها ونمحيها. يرجع عنا فورمات، فورمات ل يعني فينا نعمل فورمات للديسك اما ليو اس بي اذا ما كانت عم تبين. في حال يو اس بي تكون ما كانت عم تبين على الاورك فيكم تعملوا فورمات من هون، تلات طريقة من هون فورمات. يرجع عنا يوتيليتي، عنا ثلاث احتمالات، ثلاث شوسات اللي هو full resource backup، يعني بيعمل backup لو ما كنا قايمين الجلوبال، هو بيعمل backup لكل الاورك، كل الاورك settings مع الايقاعات مع الاصوات. في حال نحن اشتغلنا بالاورك ونزعنا الاورك بدنا نرجع نرد settings اللي احنا عملناها، نرجع نفوت على resource restore execute وننقل الفايل اللي بيكون موجود عنا على اليو اس بي اما على الديسك. بيرجع عنا factory restore في حال بدنا نمحي كل الاورك، بيروح من عنا بس الاد اون وبيروح كل شيء عن الاورك لتخصص بالداتا. بيرجع عنا اليو اس بي، اليو اس بي بنشيك في حال وصلنا من ورا اليو اس بي التي او جي وصلناها على الكمبيوتر. في عنا disable enable، اذا كنا حاطين اس دي كارد ممكن يبين عنا هون اس دي كارد كمان اما هارد ديسك اما يو اس بي. نعمل enable
تلقائيا الكمبيوتر بيشوف السوفت وير، بس بهالحاله ما فينا نعمل شيء بالاورج لانه هو بصفي موصول على الكمبيوتر دايركتلي. اوكي، هاي بالنسبه للي لاحظته، ما قدرت اعمل شيء غير ما اعمل ديزيبل، برجع بطلع لبرا بيمشي الحال. مرسي لكم، نشوفكم بتاني فيديو.